بالظبط كده. طيب استاذ سعيد، قبل ما اطلع لفيديو مهم جدا واحنا بنتكلم عن تاريخ الاهلي، وهو ده البدايه اللي من خلالها هنبدا نتكلم على التاسيس وانشاء النادي والاجراءات اللي تمت وقتها من خلال اللجنه العليا، لو صنفنا مؤسسي النادي الاهلي ممكن نحطهم تحت عنوان ايه؟ ممكن تحطهم تحت عنوان النبلاء. النبلاء او ممكن تحطهم تحت عنوان تاني المصلحون. يعني دول مجموعه من الاصلاحيين. نبلاء ومصلحين بينطبق على كل واحد فيهم. ليه؟ لانه سلوكهم او ادائهم كان اداء ناس مصلحين. ما تقدرش تقول عليهم مثلا ان هم مناضلين او كلام، لا، في دايما عندك فريق بيبقى اصلاحي، والمصلحين دول هم اللي بيقوموا بدور عظيم جدا في تاسيس اي دوله. المناضلين او المجاهدين دول بيحركوا الامور الى حد ما، لكن هو البناء الحقيقي لمصر بناء مصلحين من هذا النوع. في ذلك الوقت او في ظروف انشاء النادي الاهلي كان في حركه تنوير واسعه جدا بدات برفاعه الطهطاوي محمد عبده. محمد عبده نموذج من الاصلاحيين. تمام. الاصلاح هو عمل اصلاح كبير جدا في الدين بمفاهيم النهارده او معايير النهارده، جدد الخطاب الديني بس تجديد حقيقي. تمام. وناضل من اجل ده، بس ناضل بشكل اصلاحي. اصلاحي يعني ايه؟ يعني مش في الشارع، لا، ده ناضل نضال كبير جدا في ان هو نضال فكري. فدول يندرجوا تحت مجموعه النبلاء، مجموعه المصلحين. ولو شفت تاريخهم هتلاقي هم فعلا يعني تاريخ جماعه من المصلحين، اسمهم ريفورمرز، واخد بالك؟ وهتلاقي كل واحد فيهم بينتقل ريفورماتيف، يعني كل واحد فيهم مصلح في حد ذاته. واحد اصلح في الاقتصاد، قاد الاصلاح الاقتصادي، او ابو الاقتصاد المصري الحديث وابو الصناعه اللي هو طلعت حرب باشا. واحد ابو التعاونيات، هتلاقي ابو دي كتير قوي. واحد ابو الدستور المصري، ابو احسن دستور او اول دستور في تاريخ مصر، دستور 23 اللي هو حسين رشدي باشا، اللي هو كان اللي كلفه عبد الخالق ثروت باشا ان هو يتولى لجنه اعداد الدستور. هتلاقي فيهم واحد ابو الدبلوماسيه المصريه اللي هو عزيز عزت باشا، اول سفير مفاوض لمصر في لندن بعد حوالي اكثر من 400 سنه مصر ما لهاش تفويض او ما لهاش تمثيل دبلوماسي في الخارج، كان بيمثلنا اتراك وكان بيمثلنا انجليز. فانت هتبص لاباء اربع حاجات، يعني في اربع اباء. وابن رائد التعليم يعتبر تلميذ علي مبارك في التعليم المصري، امين سامي باشا. احد المؤسسين اللي اتكلمنا عنهم في الحلقه اللي بالظبط. ده ابن واحد من اهم رموز رواد على فكره. اهم رواد التعليم. فانت بصدد مجموعه من النبلاء او مجموعه من المصلحين او الاصلاحيين، ودول بيبقى دورهم مهم جدا. واحد اسس قاعده اقتصاديه جامده جدا، دي قاعدة اقتصاد مصر الحديث وقاعدة صناعية جبارة. واحد قاعدة التعاونيات كلها، النظام التعاوني كله، الجامعات الاستهلاكية والجامعات التعاونية والفكر الاقتصادي التعاوني برضو ده ماشي بالتوازي مع، ويمكن كمان بذات الأهمية مع طلعت حرب. واحد أسس للدبلوماسية المصرية العريقة، ومصر عندها، يعني مصر شهيرة بأن عندها دبلوماسية عريقة. والرابع أسس احنا قلنا الدبلوماسيه والاقتصاد والتعاون. تمام. وفي حاجه رابعه انا قلتها من شويه اللي هي حسين رشدي، اللي هو القانون. القانون الدستور المصري. ابو الدساتير، او ده ممكن نسميه ابو الدستور المصري، لان ده كان، خلي بالك، ده كان فقيه دستوري ويعتبر واحد من علماء الدستور. هما الاثنين، هو واللي جابه مين؟ عبد الخالق ثروت باشا. وخلي بالك يعني في هنا برضه ملاحظه ناخدها في الاعتبار على معنى النبلاء. حسين رشدي ده كان رئيس وزراء مصر من 1914 ل 1919، وثلاث وزارات. وفي وقت من الاوقات زي ما قلت انا في الحلقه اللي فاتت، كان حاكم مصر الفعلي لما الانجليز بعد ما قامت الحرب شالوا عباس حلمي الثاني، وعين هو حاكم بالنيابه أو والي بالنيابة أو سلطان بالنيابة لمدة 7 شهور.
قعد حوالي 5 سنين بيشكل وزراء. بعد كده اللي جه بعديه سنة 22 جه عبد الخالق ثروت باشا. فلما جه عبد الخالق ثروت باشا هو اللي جابه رئيس لجنة. تخيل انت يعني ده كان رئيس وزراء وقبل ان يكون رئيس لجنة، بس دي الروح الرياضية او دي ده النبل، لان هو بيخدم خدمة عامة وهو اللي يعني كان رئيس لجنة تأسيس الدستور. اوكي، وتلك قصة اخرى.